عشرات الألوف عبدوا العجل وأصروا ألا يتركوا عبادة العجل حتى يأتي موسى. موسى رجع غضبان، ألقى الألواح، أخذ برأس أخيه، هدد بني إسرائيل. لما زال عنه الغضب جمع الألواح مرة أخرى، ثم ذهب للسامري. فما خطبك يا سامري؟ ليش سويت اللي سويته؟ ليش فعلت هذا الذي فعلته؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا شفت جبريل وعرفته، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أخذت شيء من آثار جبريل وهو قبل ما ينفلق البحر، شفته أخذت شيء من أثره وما حد يدري عنه، فنبذتها على العجل هذا، فظهر الصوت فيه، وكذلك سولت لي نفسي. هذا الذي فعلته شفت شيء ما شافه الناس، يدعي بأن عنده قدرات، لكن الله عز وجل فتنه. قال موسى عليه السلام فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قيل أنه لا يمسه أحد ولا يمس أحدا، لا يستطيع أن يمس أحد ولا أحد يمسه، يبتعد عنه كل الناس. طرده موسى عليه السلام، ما تعيش بيننا. شنو صار بالسامري؟ هناك خرافات وهناك قصص وهناك أخبار تاريخية كلها لا دليل عليها، لكن القرآن يخبرنا أن موسى عليه السلام طرده. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. أما هذه البقرة التي صنعتموها وعبدتموها من دون الله، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. حرقه، فتته موسى عليه السلام ورماه في البحر عشان الناس تشوف هذا الإله الذي تعبدونه من دون الله، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أحرقناه ورميناه في الماء. بعد هذا اشتبون يا بني إسرائيل، اشتبون تشوفون أكثر من هذا. أما الذين عبدوا العجل، قيل أنهم كانوا 70,000 تابوا إلى الله، لكن الله عز وجل لم يقبل توبتهم. اللي سووه مو شيء بسيط، نبي الله بينهم، فتنوا أنفسهم وفتنوا الناس بفعلهم، جروا على نبي الله هارون عليه السلام، ولهذا لم يقبل الله عز وجل توبتهم مباشرة. جاءهم موسى عليه السلام قال يجب أن تقتلوا جميعا، هذا حكم الله فيكم. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم تاب عليكم إنه هو والتواب الرحيم. جمعوا في يوم في صبيحة يوم 70,000، وأعطى موسى عليه السلام السيوف لآخرين ما عبدوا العجل، فأنزل الله ضبابا في ذلك اليوم عشان ما حد يشوف اللي أمامه، قريبة ولد عمه من سبطة أخوه ما يدري عنه، وبدأوا يقتلونهم قتلا في صبيحة واحدة، قتلوا 70,000 كلهم عبدوا العجلة من دون الله عز وجل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لأنهم شدوا على أنفسهم فشق الله عز وجل عليهم، كل ما نجاهم الله يقعون بالذنوب والمعاصي والفجور والكفر، يعني شوف أسوأ من كذي بعد شو. بعد هذه الحادثة طلب منهم موسى عليه السلام أن يخرج منهم 70 من أتقاهم، من أعلمهم وأتقاهم وأورعهم، كان منهم طبعا هارون، موسى وهارون، يوشع بن نون كان معهم الصالحون، 70 رجلا من أتقى بني إسرائيل. خلص هذيل، يعني لما نقول خلص يعني ما في أفضل منهم، من مئات الألوف اطلعوا 70. وعده بالرب عز وجل أن يذهبوا إليه فيتوبوا ويتوسلوا إلى الله أن يرحمهم الله ويرحم بني إسرائيل بهم. فلما وصلوا إلى ميعادهم عند الجبل نزل مثل الغمام من السماء مثل النور، فدخل فيه موسى عليه السلام وهم ما يشوفون، ما يشاهدون ما الذي حصل، لكن يسمعون موسى عليه السلام يكلم ربه. واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا. فلما بدأ موسى يكلم ربه وخرج، الحين مفروض 70 طبعا هم تطهروا وتوضأوا وتجهزوا للقاء الله، يعني للاستغفار وللتوبة عما صنع بنو إسرائيل. 70 هذول خلص، هذول 70 انتظروا موسى عليه السلام لما طلع وهم يسمعون موسى يكلم ربه. بعد ما خرج من هذه العمود النور، لما خرج موسى عليه السلام قالوا يا موسى لن نؤمن لك، أغلبهم طبعا قالوا هذا الكلام، لن نؤمن لك. كيف لن تؤمنوا؟ هذا الخلص، هذا العباد، هذا العلماء بني إسرائيل، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يعني شوف، مو أنه والله نريد أن نرى الله، شوف الشرط، ما رح نؤمن حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة، الرجفة أخذتهم، فمات أكثرهم، أكثر 70 هؤلاء صعقوا، وقبض الله عز وجل أرواحهم، هلكوا جميعا. فأخذتهم الرجفة، فإذا بموسى عليه السلام يدعو ربه، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا. أخذ
موسى عليه السلام يدعو ربه يشفعه لأجل هؤلاء الناس العلماء. الحين موسى عليه السلام يعتمد عليهم، هؤلاء علماء بني إسرائيل، ومع هذا يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فدعا الله عز وجل فبعثهم الله مرة أخرى، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تذكرون. تخيل إلى هؤلاء، تخيل هؤلاء الناس السفهاء عبدوا العجل، والعلماء يطلبون رؤية الله عز وجل، ولا ما في إيمان حتى بموسى، والناس إما بظلم أو بغي أو معصية أو فجور. أي قوم هؤلاء ابتلي بهم موسى عليه السلام؟ إنهم بنو إسرائيل الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الله جعل عليهم الذلة والمسكنة بسبب ظلمهم وعدوانهم وكفرهم وقسوة قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حتى الحجارة الله يقول عن بني إسرائيل، الحجارة أحيانا يطلع منها ماء، الحجارة أحيانا تهبط من خشية الله، الحجارة تخشع هؤلاء قلوبهم، الحجارة ألين منها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بنو إسرائيل بعد أن أفاق 70 من علماء بني إسرائيل، رجع موسى مرة أخرى إلى هؤلاء القوم وهذا الجيل الذي يعيش في التيح، لتبدأ قصة أخرى في ذلك الضياع، في ذلك التيح، مع تلك القلوب القاسية وصبر موسى عليه السلام وأخيه هارون على أولئك الناس. لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه بدأ يعلمهم ما في الألواح. قالوا له يا موسى قبل أن تقرأ علينا ما في الألواح سنخبرك، إن كانت الأوامر سهلة محببة للنفوس قبلنا بها، وإن كانت الأوامر صعبة ما قبلنا بها، ترى هذا شرطنا. شوف تخيل ناس يأتيهم نبي هو رسول من رب العالمين، يعني ما يتكلم من عنده، والألواح الله أعطاه إياها، ويشترطون عليه شرط، إذا كانت الأوامر حلوة وسهلة وزينة نقبل فيها، إذا صعبة لا، ترى ما راح ناخذها. فأمر الله عز وجل جبلا من الجبال بالقرب منهم أن يرفع هذا الجبل فوقهم، سيسقط الجبل الآن على رؤوسهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. جبل صار كأنه ظل فوقهم، فقالوا خلاص يا موسى خلاص سنقبل بكل ما في التوراة، في كل ما في الألواح. فلما قبلوا أنزل الله عز وجل الجبل، وكاد الجبل أن يقضي عليهم كلهم. مشكلة، مصيبة، عناد. في يوم من الأيام، والناس تعيش تنتظر 40 سنة تيه، هذا يوم من الأيام وجدوا رجلا كبيرا بالسن، كان غني وعنده خير. هذا الرجل وجدوه مقتولا في الصباح، لقوه مقتول. حاولوا أن يعرفوا من القاتل، ما عرف. حققوا في الأمر، لم يجدوا شهود، ماكو. رجل مقتول بالليل، والصبح الناس شافته مقتول. ذهبوا إلى موسى عليه السلام، يا موسى اسأل ربك ماذا الذي قتل هذا الرجل؟ قال انتظرون. فسأل ربه موسى عليه السلام، دعا ربه، فأوحى الله إلى موسى أؤمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، وكأن الله عز وجل أرادهم أن يذبحوا بقرة للحم في قلوبهم، تعلق بالبقرة، اذبحوا بقرة، كأن الله يريد أن يزيل من قلوبهم تعلقهم بهذه البقرة. قال اذبحوا بقرة. قال نعم، لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم. ولكنهم بدأوا بالعناد وبدأوا بالسؤال في غير موطن السؤال. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. شوف الجواب، ها، تسخر منا يا موسى. موسى الآن نبي ويدعو ربه، والله أمره أن يقول لقوم يذبحون بقرة ويقولون لا تسخر منا. تخيل ناس يقولون حق نبيهم هذا الكلام، شو القلب اللي يحملونه، شو الأخلاق التي عندهم؟ قالوا أتتخذنا هزوا قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين. طيب آمنا بالله، نذبح بقرة، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب ليش التعنت هذا؟ الله قال لكم بقرة، اذبحوا أي بقرة وخلاص. بني إسرائيل هذه الطبيعة متجذرة فيهم، ما يأخذون الأوامر مباشرة مثل أهل الإيمان. أهل الإيمان لما أنزل الله عز وجل عليهم القرآن قالوا سمعنا وأطعنا مباشرة. لو شنو رب العالمين أمرهم الصحابة، صحابة رسول الله وأهل الإيمان، لو ماذا يأمرهم الرب؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن موسى يقول لهم، وأنتوا اللي طالبين منو اللي قتل هذا الرجل؟ مو أنا اللي قلت لكم، مع هذا قلت لكم الرب يقول لكم اذبحوا بقرة وتسألون ما هي هذه البقرة؟ يلا أنتوا أحرار تريدون الشدة، الله يشدد عليكم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، مو مذللة، ليست جاهزة للحرث،
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شية فيها، لونها كامل الصفار هذا ما فيها ولا طقة ولا عب. يعني صارت الآن الشروط قاسية بالعمر باللون بالصفات بالكل شيء كل شيء، ما هي مسخرة للحرث ولا أخذوا يبحثون في كل أبقار بني إسرائيل في ذلك الزمان ما وجدوها، ما وجدوا إلا بقرة واحدة عند غلام يتيم، فقالوا له بعنا هذه البقرة لأن موسى يريدها. قال لا، قال نعطيك بها كذا وكذا. قال لا، بقرتي وكيفي. شوف، لأن شقوا على أنفسهم الله جعل الشق شد عليهم، فقالوا له نعطيك وزنها كله ذهب. قال لا، فأوصلوه إلى 10 أضعافها ذهب وغصبا عليهم عطوه. الله أراد أن يرزق هذا اليتيم من ورائهم، فأعطاه 10 أوزانها ذهبا. وأخذوا البقرة إلى موسى، قالوا الآن جئت بالحق. جماعة، الله لما يذكر القرآن ترى الأسلوب يدل على صفات بني إسرائيل. الآن جئت بالحق، يعني قبل ما كان جاي بالحق، توه جاي بالحق. فأمرهم موسى أن يذبحوها، فلما ذبحوها أخذ جزءا من عظامها وضرب بها هذا الميت. فلما ضرب بها هذا الميت قام من فوره المقتول، قام والدم ينزف، قام من فوره فقال ونظر إلى ابن أخيه، كان واقف بين الناس، فأشار إليه وقال هذا الذي قتلني، ثم رجع ومات. ليش قتله؟ لأنه يبي الميراث، كان رجل غني فيبي يحصل على شيء من ميراثه. فقال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تتوقعون بعدها بني إسرائيل استقاموا ثم قست قلوبكم؟ هكذا بنو إسرائيل يريهم الله الآيات تلو الآيات وتظل قلوبهم قاسية، قلوبهم غل، تمر السنون تلو السنون، ما يقارب 40 سنة الآن تريد أن تنقضي، وموسى عليه السلام قلبه معلق ببيت المقدس، بهذه الأرض المباركة، يريد أن يفتحها، يريد أن تنقضي هذه المدة فيدخل تلك الأرض المباركة، أرض آبائه وأجداده، أرض الأنبياء، أرض الموحدين، أرض تحفها الملائكة بأجنحتها. لما قاربت 40 سنة على الانقضاء أذن الله عز وجل لموسى عليه السلام 1 سنوات التيه أن يحج إلى بيت الله الحرام، إلى مكة. فعلا حج موسى، خرج من صحراء التيه وذهب إلى مكة، حتى قال عليه الصلاة والسلام كأني أرى موسى عليه السلام يلبي وله جؤار، يلبي أن يرفع صوته بالتلبية وهو نازل من الثنية، نازل إلى بيت الله الحرام يحج إلى البيت. حج موسى بيت الله الحرام، ولم يبقى على التيه إلا فترة قصيرة، فإذا بهارون أخو موسى يتوفاه الله جل جلاله. أما هارون ما أدرك بيت المقدس ودفنه موسى عليه السلام. ثم قبلها بعدها بفترة وجيزة بدأ موسى عليه السلام يرتب أسباط بني إسرائيل، ينظمهم، لأن ما بقي شيء ونخرج من التيه ونذهب إلى بيت المقدس. بدأ موسى عليه السلام يؤهل ويؤهب بني إسرائيل ويعدهم للجهاد في سبيل الله. أغلب الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، أغلبهم ماتوا أو كبروا بالسن، خلاص هم ملوا الجهاد الحين. الآن الفئة الجاية، الشباب الموجودين الآن المقاتلين، هؤلاء كانوا إما غير مولودين قبل 40 سنة أو كانوا أطفالا صغارا، هؤلاء ما لهم علاقة بالتخلف في المعركة الأولى. الآن جيل جديد، موسى عليه السلام فيهم روح القتال وحب الجهاد في سبيل الله، ويجهزهم لفتح بيت المقدس وبركات بيت المقدس، وجهز على كل سبط جعل نقيب، 12 نقيبا كما ذكر الله في القرآن، 12 نقيب على كل سبط من الأسباط رئيس، حتى في القتال كل سبط له مهمة، هذا السبط في المقدمة، وهذا السبط في المؤخرة، هذا السبط في الميمنة، هذا في الميسرة. هؤلاء يحملون قبة الزمان. تعرفوا شنو قبة الزمان؟ قبة الزمان فيها التابوت. شنو التابوت هذا؟ التابوت فيه بقايا من بقايا موسى وهارون، عصا هارون وضعت فيها، موسى لما يموت بقايا عصاه توضع فيه هذا التابوت، وهذا التابوت فيه أيضا الألواح، ألواح موسى عليه السلام التي أعطاها الله عز وجل إياه، وضعت في صندوق يسمى التابوت، وجعل على هذا الصندوق مثل قبة، قبة الزمان، وسبط كامل من أسباط بني إسرائيل فقط للمحافظة على هذا التابوت وهذه القبة، حتى يقال أنها كان فيها بركة، يعني يتفاءلون بوجودها في المعارك فينتصرون بوجودها، لأن فيها كلام الله عز وجل وفيها آثار موسى وآثار هارون، كان الأمر مشروعا لهم. لكن قبل انتهاء التيح بفترة يسيرة يقدر الله عز وجل أن يموت موسى. الله، كم كان القلب يشتاق لدخول بيت المقدس، لكن الله عز وجل ما كتبها لموسى عليه السلام، ولهذا تضايق موسى لما جاءه ملك الموت يقبض روحه. ما كان متضايق من الموت، وموسى عليه السلام ما يخاف من الموت أصلا، هو نبي، هو موعوده عند الله أعظم، لكن كان لشوقه
في فتح بيت المقدس انزعج من قدوم ملك الموت إليه، لكنه استسلم لأمر الله وطلب من ربه عز وجل أن يقربه من بيت المقدس، فمات قريبا من بيت المقدس، وكان معه فتاة يوشع بن نون كان بروحهم، جاءه ملك الموت وقبضه ودفنه يوشع، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام نبينا قال لو شئت لأرأيتكم مكانه عند الكثيب الأحمر، لو كنت ثم لأرأيتكم مكان موسى عليه السلام. في بعض الروايات أنه دعا ربه أن يصلي في قبره قريب من بيت المقدس رمية بحجر، توفي موسى عليه السلام. رجع يوشع بن نون إلى قومه بدل قميص، قميص موسى، وأخبرهم أن موسى مات، ما صدقوا وكادوا يقتلونه، كادوا يقتلون يوشع، أنت قتلت نبي الله لتأخذ الحكم من بعده، يقسم لهم يحلف لهم، لكن بني إسرائيل كادوا يقتلون يوشع بن نون، ويوشع صار نبيا من بعد موسى عليه السلام، وبكت عليه على موسى بنو إسرائيل في ذلك الوقت وساروا في جنازته، دعوا الله عز وجل له. بنو إسرائيل الآن ترب موعدهم لفتح بيت المقدس. من الذي يقودهم الآن؟ يقودهم يوشع. خلاص حنا طالعين من التيه، انتهت الأربعين سنة، يلا شيلوا أراضكم، بيوتكم، أمتعتكم، دوابكم، كل شيء شيلوا، ما لنا جلسة الآن في هذه الصحراء، سندخل بيت المقدس التي كتبها الله لنا. جاء يوشع بن نون للمقاتلين قال ثلاثة ما يتبعوني. من هم الثلاثة؟ قال لهم لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها. يعني واحد عقد عقد على واحدة تزوج وما دخل عليها، هذا ما يجيني. ليش ما يجيني في القتال؟ لأن قلبه متعلق وين؟ في الزواج. ورجل رفع بنيان بيته ولم يكمل سقفه، هذا ما بي متعلق قلبه بيته، يبي يرجع حق بيته، هذا مو ناوي يدخل بيت المقدس. ورجل عنده خلفات شياه غنم وينتظر ولادها، هذول الثلاثة ما أريدهم. أبي اللي جايني معي في القتال هذا إنسان خالص يبي الدار الآخرة، ما يبي شيء من الدنيا، فصف الجيش. نكون شوية لكن نكون قلوبنا سليمة. وجال 12 سبط كل واحد له مهمة، والجيش يقدم على أرض فيها الجبارون، فيها الناس العتاة، وبيت المقدس محصنة مو أي بيت. وبدأ حصار بيت المقدس أيام طويلة، وبدأت المعركة من وراء الحصار، لأن في بيت المقدس الآن ناس كفار ما يعبدون الله عز وجل، وهذه الأرض مباركة ما يسكنها إلا أهل الإيمان من أي جنس كانوا، لكن الموحدون فقط. وصار الحصار، استمر الحصار أيام حتى جاء يوم الجمعة. الآن الحصار على نهايته، ويوم الجمعة المعركة الحاسمة. ماذا سيصنعون الآن؟ إذا غربت شمس يوم الجمعة مضطرين شو يسوون؟ يوقفون. بنو إسرائيل حرم الله عز وجل عليهم العمل يوم السبت، إذا غربت الشمس يوم الجمعة دخلت ليلة شنو؟ ليلة سبت، معناته أهم في نهاية المعركة مضطرين يوقفون، إذا وقفوا العدو قد ينتصر عليهم. فهي الساعة الحرجة التي أرادها يوشع بن نون الآن، هو القائد، والأسباط يقاتلون، ومن الناس من قتل في سبيل الله، ومن الناس من يتقدم ويقاتل. فإذا بيوشع بن نون عليه السلام يرفع يديه إلى السماء فيقول اللهم إنها مأمورة هذه الشمس، وأنا مأمور، أنا مأمور أن أقاتل حتى أفتح بيت المقدس. وهذه الشمس مأمورة بأي شيء؟ مأمورة بالغروب، فاحبسها علي ساعة يا رب، أمسك الشمس بس عشان نخلص القتال. وفعلا استجاب الله لنبيه معجزة له، النهار صار طويل والشمس توقفت، حتى دخل بنو إسرائيل وطهروا الأرض المقدسة وكتبها الله عز وجل لهم. شنو سووا بني إسرائيل لما دخلوا في الأرض المقدسة؟ وماذا صنعوا؟ وهذه النعمة العظيمة اللي الله أنعمها عليهم، شوف المصيبة الكبيرة اللي سووها أول ما دخلوا بيت المقدس. هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.